رجل صحيح بعد أذان الفجر وهو جنب، وبعد ما قام ما وجد ماء دافي يغتسل فيه، ما وجد إلا ماء بارد. نعم. وقت الشتاء والبرد خالص. نعم. ولا وجد ما يسخن به الماء؟ لا، لكن كان في بيت مثلا، ليس البيت، ليس بيته، ليس منزلهم، يطق عليهم الباب يقول يا جماعة هذي ماء ساخن، استحى من أهل المنزل. لا، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض أنه في بر وليس عنده إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض، فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن بالماء. أما مسألة الحياة ما في حياة. نعم. لو فعل ربما يكون هذا لا عندهم بنت، لا شافوا أن الرجال محتلم قاطع عن زوج بنت. لا، هو وقع على زوجته. نعم. وكان زوجته معه؟ زوجته معه في نفس المنزل. طيب. ولكن ما وجد هذا أعذر ولا واستحي صحيهم. أقول هذا ما مصلى الفجر. هذا أعذر وأعذر. طيب تيمم هو مصلى الفجر. أنا يعيد الصلاة. خليه يعيد الصلاة. نعم. كله يعيد الصلاة.